اهلا البنات، اهلا زيونات. منا تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غنتقاسم معكم تحليه النمر. صراحه كتجي روعه، الا في المنظر ولا في المذاق، ومن الاهم من هادشي كامل انها بسيطه، لا في المقادير ولا في طريقه التحضير. نخليكم مع الفيديو. فهنا البنات، بالنسبة لدوك الدواور اللي في الكحل، عندي هنايا فلان، عندي معلقة صغيرة ديال الشوكولات بودر، وعندي معلقة كبيرة ديال السكر، 100 مليلتر ديال الماء. بالنسبة للفلان البنات، البنات اللي في المغرب قدروا تديروا الفلان ديال الشوكولات العادي ديال إيديال، أو لا بحالي أنا هنايا في إسبانيا درت هذا ديال الميركادونا اللي متوفر عند كلشي. أنا صورته لكم هنايا في الجنب. هذا البنات كاين بالسكر وكاين بحاله بلا سكر. الا خديتو بالسكر غتنقصوا السكر ما تضيفوش، الا خديتو الا كان عندكم بحالي انا بلا سكر غتزيدوا السكر. هنا البنات غندير الماء، السكر، شوكولات بودر، والفلان غندير غير نص الكميه، نص ديال الباكيه، غتبقى لي حتى الطبقه الاخرى. ضروري البنات نحركو مزيان باش ما يبقاش لينا حبيبات ديال الشوكولات ولا الحبيبات ديال الفلان. غنخليه حتى يقرب يغلى ونحيده. غنجيب ديال العود باش ما تلصقش ليا حسن. غنبقى نحركها هكا حتى يبدا يغلى، صافي نطفي عليه. هنا البنات صافي، يعني الخليط كيبدا كيغلى، صافي كنحيدو. للاسف هنا كان كيحسب لي كنت كنصور وما كنتش كنصور الصراحه، خصني نرد البال كثر، هادشي كيوقع. تعصبت ما كذبش عليكم. المهم هذاك الخليط البنات غنهزوه بمعلقه صغيره وغنبقاو نخويو هكا باش كتشكل لينا واحد الدويورات. واخا يجيو مخربقين البنات ماشي مشكل، المهم انهم يجيو على شكل هكا مدورين. صافي غنخليهم يبردوا واحد دقيقه في الثلاجه، ومن بعد غنوجد الكيسان. ضروري البنات بالنسبه للخليط ديال الفلان اللي غنديروا فيه نص لتر ديال الحليب، غنحاولوا ما امكن نعبروا الكيسان اللي غنديروا شحال غيهزوا لينا ديال الحليب، يعني حاولوا ما امكن هاد الدويورات ما يجيوش فوق هاد الفلان اللي غنديروا، ما يجيوش تحت منه. هانتوما المهم مع الفيديو غتفهموني اش بغيت نقول لكم. وبالنسبه لهاد الدويورات راه كيطيحوا البنات، ولكن ماشي مشكل، يعني منين نقربوا نوجدوا الفلان كنعاودوا نرجعوا بلاصتو. فبالنسبه للطبقه الاولى غنحتاج هنايا نص لتر ديال الحليب، نفس الفلان صغير اولا كبير المهم تخلط بنص لتر ديال الحليب. وعندي هنا 3 معالق ديال السكر حيت الفلان عندي بلا سكر، ومعلقه صغيره ديال النشا. وندير شويه ديال الحليب غير باش تخلط فيه الفلان هو الاول. نزيد السكر ونشا. صافي غنزيد داك الحليب كامل اللي عندي السيطرة وشعل عليه. هنا البنات انا غنضيف لواحد المعلقة صغيرة ديال نيستلي كراميل، كيبقى كاختياري، لما بغيتوش ما ديروش ولا ما عندكمش ما ديروش. صافي اي كان انفو كنشوفو بدا يغلى، صافي غنطفي عليه وغندا نوجد الكيسان دغيا باش نخويهم. شوف البنات هما هبطوا، انا غنحاول نطلعهم هكا دغيا قادهم.
البنات. ونخوي عليها بالنسبه للطبقه الاخيره البنات، ما تخلعكمش هذه المقادير، غير البنات اللي عندكم الفلان بالشوكولات حسن واحسن. انا ما عنديش، يعني غنعدي بهذه ديال ميركادونا، عليها غندير غنزيد عليها الشوكولات كاكاو بودره. عندي هنايا معلقه صغيره، وعندي معلقه ونص كبيره ديال السنيده، معلقه صغيره عامره ديال النشا، 200 مليلتر ديال الحليب، وعندي هنا حبات ديال القرقاع، غير هرستهم حمرتهم شويه، كيبقى حتى هو اختياري. الا ما عندكمش ما ديروش، ماشي مشكل. وعندي ديك النص الباكيه اللي درت في الاول ديال الفلان اللي بقى لي، ديك النص هو اللي غندير دابا. دابا غندوز باش نخلط الفلان. بالنسبه للطبقه الاخرى البنات، هنا درت الحليب، شوكولات بودر، مايزينا والسكر والفلان. سمحوا لي حتى انا يتوقف لي التصوير. المهم خلطتهم كاملين ودرت شعلت عليهم، غنبقى نحرك حتى يعقد لي الخليط، ومن بعد غنزيد القرقاع. شفتوا البنات، ها هو بدا كيعقد دغيا. دابا غنطفي عليه. ونزيد عليه القرقاع. وهنا غنجيب الكيسان ديالي باش ما يعقدش ليا دغيا. وبالنسبه للطبقه الاخرى كما شفتوا، يعني كنوزعها بشكل متساوي على الكيسه اللي عندي. صافي، غنخليها تبرد وغندخلها الثلاجه ما بين 4 سوايع حتى 6 سوايع. بالنسبه لي انا صراحه البنات خليتها ساعتين ما كاملاش باش نقدر نكمل الفيديو، وكانت هذه النتيجه دغيا كيخرج على المول اولا على الكيسان فاش حضرتهم، وكيجيو على هذه الطريقه اللي صراحه كيجيو في المنظر روعه. نتمنى انه يعجبكم، وحتى في المذاق حتى هو نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه. تحليه صراحه في بريستيج، نقدر نقول الى بريستيج. وبالنسبه للكيسان البنات، شوفوا البنات دغيا دغيا كيخرج، يعني كنحاولوا ما كنحاولوا هكا غير نخرجوا منهم داك الهواء من الجناب، وصافي كيهبطوا بسهوله. نتمنى ان هذا الفيديو عجبكم، ولا عجبكم ما تنساوش بارطاجيو ما بين الاصحاب والاحباب، وغتشوفوا معايا يعني حتى الداخل القوام ديالو كيفاش كيكون. هنا كان حدايا ولدي وكان مصدعني، ماما خصني نجرب، ماما خصني ندوق. كما شفتوا البنات كنضغط عليه غير من الجناب هكا ودغيا كيخرج. ريان اجي، ولدي كيدير لكم لايك. عجباتك؟ نو كتا بوينو. حتى انا صايمه ما نقدرش نذوق. وهذه البنات انا قلت لك خليتها غير ساعه، من الاحسن يعني انكم تخليوها
بزاف باش هكا تشبر في راسها، ولكن حتى هكا راه شاده في راسها البنات. نتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم، ان شاء الله تلاقاو في وصفه اخرى. خليتكم على خير، والسلام عليكم.